السلام عليكم أعزائي المتابعين. بحلقة اليوم بدنا نتعرف على سيارة جديدة بالكامل من جيب، وهي الجراند شيروكي ال. هالسيارة صار عليها تغيرات جذرية من ناحية الشكل وكمان المواصفات الموجودة فيها. رح نبلش أول شيء نتعرف على الشكل الخارجي. أول ما منلاحظ نحن هيدا النسخة اللي معنا إياها الفول أوبشن V6 اسمها سامت. منشوف أول شيء هالجريل الكتير حلو اللي عم يترك هوية جيب الجديدة، وبنفس الوقت ديزاينه كتير حلو. الغطاء المحرك طويل وعنده هيدا الطاجة من قدام، ديزاين كتير حلو، كلمة الجيب أكيد. بيرجع عنا هودي الإضاءة كيف مسحوبين، وبنفس الوقت هني LED light. نرجع منشوف البامبر من تحت عم بيجي فيه بالوسط هيدا الرادار مع الكاميرا الأمامية. ننتقل شوي على الجنب. أول شيء منلاحظ قديش صار حجمه أكبر. الرنجات بمقاس 21 إنش ببلشوا من 18 إنش لل 21، وكمان فيك تعمل سبيشال أوردر على 22 إنش. النسخة اللي معنا هون لأن الصمت هي 21 إنش. منشوف قديش الأي بيلر رفيعة، هيدي عم بتساعدنا من الداخل تكون عنا رؤية أوضح. السقف كمان بانوراميك، و عم يكمل معنا هاللون الأسود الحلو للآخر. كلمة جراند شيروكي مكتوبة هون، والتطعيم بالكروم تيعطيها هالانطباع اللكجوري. مرايات مطعمين باللون الأسود. منكمل كمان للخلف. بالخلف الديزاين كتير حلو، ديزاين جديد، الإضاءة كتير حلوة صراحة، ما عم تشبه شيء من الجيل القديم. منشوف كاميرا خلفية أول شيء فوق، بيرجع كلمة الجيب L هي النسخة اللي معنا هلأ 4x4 Summit اللي هي Full Option. بومبر كمان مع حساسات وفتحات للإكزوست. هيدا المحرك تبع هيدا السيارة هو 6 سيلندر بشكل V 3.6 لتر، رح أحكي عنه أكتر لما نبلش نعمل تجربة القيادة. فمثل ما قلنا في عنا كاميرا فوق وفي كاميرا كمان تحت. رح نفتح شوي ونشوف بالخلف. من الخلف المساحة كتير كبيرة، بس في شغلة لأول مرة بجراند شيروكي وهو الصف الثالث. الصف الثالث فينا نتحكم فيه كهربائيا، نطويهن من هون. أنا هلأ طويت الصف الثاني بهود الكبسات الموجودين هون، ففي عنا الصف الثاني فينا نطويهن كهربائيا، والصف الثالث اثنيناتهم فينا نعملهم. ومثل ما شفتوا قديه المساحه صارت كبيره. للكراسي الخلفيه في عنا كمان يو اس بي بورت اذا بدنا نشرج هيدا. بالخلف كمان بنلاحظ اذا بنفتح هيدي كمان في محل صغير للتخزين، هيك اذا عنا اغراض صغيره ما بتضيع شمال ويمين. من بعد ما خلصنا خلينا ننتقل للامام. تعالوا نشوفها من جوا. من الداخل عم بتلاحظوا اول شيء التطعيم بالخشب واللون الجلد قد ايه حلو، الكونتراست مع الخشب والجلد الاسود. عندنا اول شيء هيدي السكرين موجوده قدامنا، السيرينج ويل كمان مطعم بالخشب، كراسي جلد وكمان مريحين، وعم نشوف كلمة الصمت موجودة على الكراسي. بما انه هيدي النسخة الفول اوبشن بنلاحظ كمان فيها كبسات اكثر هون. في عنا الفور ويل درايف لو، هيدي الكبسة ما بنشوفها على البيزك اوبشن فبنلاقيها هون. عنا نتحكم بالجير ونتحكم بوضعيات القيادة، هون فينا نعلي ونوطي السيارة لأنه يعني فيها الهيدروليك اير سسبنشن. إذا بنيجي هون على الشاشة عم نشوف الشاشة الوسطية قد ايه حلو وكيف فايتة بالداشبورد. رح فرجيكم شوي مواصفات اللي فيها. إذا جينا على الفيكل وحطينا بالكنترولز، في عنا للميرر هون نتحكم بتصير سكرين. بيرجع عنا شغلة تانية كمان هي الكراسي، بنقدر نتحكم فيهم الثيرد رو من هون. السراوندينج كاميرا فيها 360 كاميرا،
وكاميرا قدام وورا. اوكي بيرجع عنا تخبركم بالستيرنج ويل على ميلة اليمين في عنا كبسات الكروز كنترول وهيدي ادابتيف كروز كنترول، وعلى اليسار بنقدر نتحكم بالسكرين اللي قدامنا. اماكن تخزين كبيره في عنا هون محل التخزين عم نلاحظ هون، وكمان هون عنا كاب هولدرز، وهون هيدي بتفتح نقدر نحط فيها كمان الموبايل واليو اس بي بورت. من داخل الجراند شيروكي ال راح تبلش تجربة القيادة، راح نسوق من ريتز كارلتون جي بي ار ونطلع على ريتز كارلتون راس الخيمة. تقريبا عنا شي ساعة ونص سواقة، راح نختبر هالسيارة على الخط وعلى السرعات العالية وبنفس الوقت بالعجقة اللي اكيد حتكون بالجي بي ار. ولما نوصل على راس الخيمة اول شيء لاحظته من الداخل هي الفخامة وبنفس الوقت الجودة العالية بالماتيريالز المستعملة. بنلاحظ هون كيف عم بيجي جلد من فوق بيرجع تحت عنا الخشب والتطعيم بالسيلفر، بيرجع الكراسي جلد، والكونسول الوسطي كيف جاي بيانو بلاك، ما عم تشوف هيدا البلاستيك التشيب. نرجع القعدة كتير مريحة والفيزيبيليتي كتير عالية، يعني كتير بتقشع بوضوح. مثل ما حكينا قبل انه هي اول نسخة بهيدا الجيل اللي هو الجيل الخامس اللي عم تجي 3 رو، يعني عنا 3 صفوف للمقاعد عم بتساع 7 ركاب. الشغلة الحلوة اللي كمان زدوها انه بقلب السكرين الموجودة بالوسط قادر اتحكم بكاميرا فاميلي كاميرا مسمينا، بقدر شوف كل رو شو عم بيصير ورا، وبنفس الوقت قادر اطوي سندات الراس الموجودين على تالت رو لانه بشوي بيضايقوا بالفيو على للخلف، فبقدر سكرهم من هون. الديزاين كتير حلو هوريزونتال رايح بالطول، وعم تتوسطوا هيدي السكرين من 10.1 انش، هيدي السكرين حجمها 10.1 وهي اخر تكنولوجي عند جيب وهي اليو كونكت 5. هيدي السكرين اول مره جيب عم بيستعملوها على الجراند شيروكي. الحلو فيها انه كانك عم تستعمل الموبايل، كتير سريعه والتاتش تبعها دقيق. الشغله بعد انه فيك تشبك 2 موبايل فيها، ابل كار بلاي وكمان الاندرويد، يعني عم تقدر تشبك 2 موبايل على البلوتوث. اشياء كمان من الزوايد المهمة فيها هي اكيد النافيجيشن كتير متطورة. بنرجع بنروح على اليمين في كبسة للابس فيها اوف رود بيج لما بتطلع اوف رود، في كمان معلومات عن السيارة، وفينا نشوف الكاميرا وهيدا ريتشي حدنا. اوكي في عنا كمان شغلة حلوة للكاميرا رير فيو كاميرا وهي كمان فيها نايت فيجن. الكاميرا قادرين نغسلها كمان، في لها كبسة تتنظف الكاميرا، بتكبسها بتكب مي لتنظيف الكاميرات، وخاصة لما بتطلع اوف رود بتصير فيزيبيليتي تبع هول الكاميرات مش كتير واضحة. من ناحية السيفتي جيب عم بتقدم لهيدي السيارة أكثر من 110 فيتشرز وراح خبركم شوي عنها هلا. فورورد كوليجن، اكتف لين مانجمنت، بلايند سبوت مونيتورينج، كروس باث، اوتوماتيك ايمرجنسي. اوتوماتيك ايمرجنسي بريكينج، ادابتيف كروز كنترول اند ستوب اند جو. هودي شوي من الفيتشرز الموجودة بهالسيارة. مثل ما عم نلاحظ كيف سائقة لحالها بقلب الخط، كلهم هود الأنظمة عم بيساعدونا لراحة السائق، وبنفس الوقت في هيدا الصوت تا يحذرنا لما عم نطلع عن المسار. أنا هلأ ما عم دق بشي، إيدي لحالهم، السيارة ماشية بقلب الخطين. الأدابتيف كروز كنترول عم بيوصل كمان انه يوقف فول ستوب ويرجع يمشي.
هيدا صوت التحذير، تحط ايدي على الستيرينج. من ناحية المحركات، الجراند شيروكي قال عم تتوفر بمحركين. أول محرك اللي هو 6 سلندر بشكل V عم بيولد 293 حصان مع 353 نيوتن متر من عزم الدوران، وأكيد عم بيجي بدفع رباعي والجير 8 سرعات. أما ثاني محرك اللي هو V8 من 5.7 لتر عم بيولد 357 حصان و529 نيوتن متر من عزم الدوران. هيدا المحرك بيشتغل 4 سلندر و8 سلندر حسب الطلب، وأكيد كمان الجير هو من 8 سرعات. صراحة ما بشوف فرق كتير كبير بين الـ V6 والـ V8، يعني برأيي لا استهلاك الوقود. الـ V6 هو كمان محرك منيح، هجرب هلأ التسارع تبعه لأنه هلأ أنا عم سوق نسخة الـ V6. شوفوا معي التسارع. ما قلت انه هيدا المحرك مش عاطل، 6 سلندر منيح والتورك تبعه كمان منيح. الـ V8 رح تعزوه اكتر اذا عم تعملوا توينج وبدكم تورك اكبر، اما اذا عم تسوقوا هيك على الخط بعتقد هيدا المحرك is more than enough. مثل ما شفنا الجراند شيروكي الجديد عم تشهد تغيرات جذرية من ناحية الشكل، الفخامة، المساحة الداخلية والسيفتي، وبنفس الوقت سعره كتير كومبتيتيف بهيد الفئة. عم يبلش سعره 40 ألف دولار وبيوصل لل 70 ألف دولار. أنا برأيي لازم تجربوها تتعرفوا عن جد شو كنت عم بحكي من ناحية الفخامة خاصة وقديه مريحة سواقتها. إذا عندكم أي سؤال فيكم تسألوني تحت على الرابط. ما تنسوا تعملولنا سبسكرايب وفولو. باي.